روبن ويليامز لو كان لسه عايش كان زمانه بيلطم لحد دلوقتي والله. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده في ستيفلر رياكشن. هنعمل تريلر رياكشن لفيلم الادن. طبعا التريلر مش شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره مع انه كان نازل من بدري، فانا اسف لو اتاخرت برضه في الحلقه دي. كان عندي بس شويه ظروف كده، وكان في حلقات تانية برضه كنت بسجلها وان شاء الله هتنزل قريب. في كميه فيديوهات نازله في الفتره الجايه كتيره جدا، ف يا ريت لو في شويه دعم يعني منكم هيبقى زي الفل بصراحه. طبعا ما شفتش التريلر ولا مره، فهشوفكم هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، فيلا بينا. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp. Oh, great one who summons me, I stand by my oath. Loyalty to wishes three. I'm kidding. Watch this. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Okay, come on. حسيت وانا بتفرج، حسيت ان هو فيلم هندي شويه، مش هندي بمعنى اللفظ اللي هو هندي، يعني انتوا طبعا فاهمين قصدي ايه. مش قصدي فيلم هندي فيلم هندي اللي هو فيلم اي كلام، لا مش قصدي كده. انا حسيته فيلم بوليودي اكتر من هو هوليودي، معرفش ليه حسيته بالايحاء ده. انت بقاطي الاولى برضو مش حلوه ومش وحشه في نفس الوقت، بس اللي ركزت فيه اكتر حاجه في الفيلم ان طبعا الجاني ويل سميث حتى لو يعني كان عندي طبعات اولى سيئه لي ان هو في الفيلم ده هيعمل كارثه، معرفش ليه، ومستحيل ان هو يعدي دور زي دور روبن ويليامز اللي عمله قبل كده في الانيميشن. هو مش شكله مش وحش ومش شكله حلو، بس حتى لو هو هيعمل اللي هو يعني على قد ما يقدر، بس طبعا عمره ما هيعرف يعدي دور روبن ويليامز في دور الجاني، ده مستحيل يعني. قصة الفيلم طبعا هي القصة اللي انتوا عارفينها بتاعت علاء الدين اللي هو لقى المصباح السحري وكده ودعكه وطلع له جني وبيحقق له امنياته وكده. هي نفس القصة بتاعت اي قصة لعلاء الدين، يعني ما فيش اي اختلاف خالص في الفيلم. اكتر حاجه بسطتني ان اختاروا القرد بتاع بايرتس اوف ذا كاريبيان وذا هانج اوفر، هو نفس القرد بالظبط. الكاست بتاع الفيلم مينا مسعود، ده ممثل مصري، واتمنى بعد ما خلصنا من الزيته بتاعت رامي مالك شكلنا تقريبا هنخش على الزيته الثانيه بتاعت مينا مسعود. الفيلم الوحيد اللي عمله اسمه ران ذيس تاون، ده تقريبا الفيلم الوحيد اللي هو عمله، الباقي كان كله كان مسلسلات وافلام قصيره، وكان حتى كان اخر مسلسل ليه كان عمله اللي هو بتاع جاك رايان ده. اللي بيشاركوا في البطوله طبعا ويل سميث في دور الجاني، وربنا يستر على الدور ده بصراحه، وبرده في دور جعفر اللي طلع معاه في الفيلم اسمه مروان كنزاري. انا كنت بحسبه ده ممثل مصري برده، او من الاسم حسيت ان هو مصري او مغربي او كده، طلع اساسا هو ممثل الماني. بعد ما بحثت عنه يعني ودورت عليه وكده، بس انا حاسس ان هو اصلا يعني حاسه متجنس، يعني حاسه نصه الماني نصه حاجه تانية، لان الاسم طبعا اسم مش الماني. مع انه كان عمل افلام كتيره برضه، مروان جنزاري ده كان عمل فيلم ميردر اورينت اكسبرس، وكان عمل ذا مامي اللي كان نازل تقريبا في 2017 الجديد. مخرج الفيلم جاي ريتشي ما لهوش اعمال كتيره، بس
الى حد ما ليه كم فيلم كده، كان تقريبا كان اخر فيلم كان اخرجه كان ذا مان اوف فروم انكل بتاع هنري كافيل، وهو برضو مخرج فيلم شارلوك هومز الجزء الاول والجزء الثاني، وتقريبا هو برضو اللي هيخرج الجزء الثالث اللي هينزل في سنه 2020 او 2021، فيلم اللي كل شويه عمالين ياجلوه. الفيلم موعد عرضه 22 مايو 2019. ديزني بصراحه السنه دي داخله جامد، بقلب جامد يعني. السنه دي عندنا ده، وعندنا توي ستوري، وعندنا لايون كينج، وكان في انكريديبلز 2 كان نزل. فديزني داخله بتقولها صحيح، انا نسيت اقول لكم بعد التريلر رياكشن ده هيبقى في تريلر رياكشن لتوي ستوري الجزء الجديد الجزء الرابع، وهيبقى في تريلر رياكشن لفيلم وانس ابون ا تايم ان هوليوود لسه برضو مش شفتهمش. وعرفت برضو من على الانترنت النهارده او على اي ام دي بي ان احتمال كبير جدا بنسبه 90% ينزل التريلر النهارده بالليل بتاع جون ويك، التريلر الجديد جون ويك بارابلم، واحد برضو من اكتر الافلام المنتظره. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها على الفيلم ده غير نسبه ترقبي ليه 7/10. بس ما عنديش تاني انطباعات تانية خالص على الفيلم ده، وان شاء الله اشوفكم حلقات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم في الحلقه اللي جايه. باي باي.